بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طلاب الأعزاء، درسنا اليوم في موضوع الدين الإسلامي، أربع وحدات في الدين الإسلامي، هو موضوع الحديث النبوي. يعني زي ما بتعرفوا كما تعلمون أن موضوع الدين الإسلامي ينقسم لعدة مواضيع، منها علوم القرآن، منها العقيدة، منها الحديث النبوي والفقه والتهذيب والسير النبوي. فموضوع الحديث النبوي كنا في الوحدة الأولى إذا بتتذكروا تعلمنا عن موضوع الحديث النبوي من حيث التعريف به، تعريف الحديث النبوي، معلومات نظرية عنه، أهميته، حجية السنة النبوية في الإسلام، علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، الحديث القدسي، وكذلك يعني أخذنا تدوين الحديث النبوي. أما في مادة الأربع وحدات فمعنا راح يكون درجة أعلى، يعني مستوى أعلى، ولكن هو إن شاء الله في موضوع يعني إن شاء الله خفيف، راح نأخذ عنه ملامح بعض الأشياء، المفاتيح اللي بتساعدنا إن شاء الله لقدام. الحديث النبوي اللي معنا في الصفحة الثانية، مقدمة، ما هو المطلوب لامتحان البقروت في هذه المادة؟ هي ثلاث أشياء. أول شيء علم أصول الحديث، تعريفه، أهميته وأهدافه. راحين نتعرف على علم أصول الحديث وإيش أهميته ومكانته في الإسلام، وما هي أهدافه. الموضوع الثاني، طبعا هذا الأول هو الدرس اليوم، راح إن شاء الله يعني نتكلم عن علم أصول الحديث، تعريف أهميته وهدافه فقط. الدرس اللي بعده راح نتناول أنواع الحديث، اللي هي الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الحديث الضعيف، والحديث الموضوع، كل واحد شو شروطه وصيغه وكذلك حكمه. والموضوع الدرس الأخير، طبعا هذه كل المادة، الدرس الأخير هو الأحاديث المختارة للشرح والحفظ. هناك بعض الأحاديث المختارة للشرح والحفظ بنختارها إن شاء الله يعني وبنشرحها. علم أصول الحديث، تعريفه هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال سند الحديث ومتنه من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. إذن هو علم، كلمة أصول، بتطلع كلمة أصول في مادة الأربع وحدات بتختلف معنا في علم الحديث وعلم الفقه، فعلم أصول الفقه وعلم أصول الحديث. فلما نشوف كلمة أصول يعني هي تتحدث عن العلم بالقواعد. يعني مثلا الفقه تعلمنا في الوحدة الأولى موضوع الحلال والحرام، واخذنا بعض العبادات مثل الطهارة ومثل التيمم والصلاة والزكاة والحج، ولكن في علم أصول الفقه نتعلم كيفية استنباط الأحكام. نفس الشيء هنا في الحديث النبوي، في الوحدة الأولى كان معنا العلم بشكل نظري، ولكن هنا راح نتعلم عن العلم القواعد اللي بتعرفنا، ومن خلالها هاي القواعد اللي بنميز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. فالعلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال سند الحديث ومتنه. إذا بتتذكروا سند الحديث ومتنه، سند الحديث ومتنه، ما معنى سند الحديث؟ السند هو الطريق الموصل إلى المتن، يعني هي سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث عن مصدره الأول. يعني لو قلنا الإمام البخاري لما ألف كتابه، رحمه الله، لما ألف كتابه صحيح البخاري، من الإمام البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اسمها سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث، اسمها السند. إذن السند هو الطريق الموصل إلى المتن، أو سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث عن مصدر الأول. مثاله قال البخاري: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن ابن هشام عن محمد بن جبير عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. فهذه السلسلة، البخاري وعبد الله ومالك وابن شهاب الزهري ومحمد بن جبير والصحابي جبير إلى هذه يعني الرواة تسمى السند. والمتن هو ألفاظ الحديث نفسه، المتن هو ألفاظ الحديث نفسه. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فهذا هو متن الحديث. صفحة رقم 3، أهمية علم أصول الحديث. ما هي أهمية علم هذا العلم؟ 1، هذا العلم يبين المقبول من المردود. من خلال الأحاديث، أنتم بتشوفوا اليوم أحاديث كثيرة منتشرة
خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، ففي علم مرات بتسمعوا أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث موضوع أو هذا الحديث ضعيف. فهذا العلم هو اللي من خلاله يبين ونعرف ما من هو الحديث الصحيح والحديث الضعيف، ومن الحديث الذي نحتج به والحديث الذي لا نحتج به. اثنين، عليه يقوم استنباط الأحكام من السنة. فبناء على هذا العلم لما كان من خلاله نعرف الحديث الصحيح من الضعيف والحديث اللي يحتج به والحديث اللي لا يحتج به، فنعرف من كيف نستقي الأحكام من خلال هذا العلم، لأنه به تثبت السنة النبوية. بواسطته يتم حسن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أننا نعرف متى يصح الخبر عنه ومتى تصح الرواية، نأخذ به ونأخذ بها ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم مهم جدا من حيث المكانة في الإسلام والتشريع الإسلامي. أهداف هذا العلم، أهداف هذا العلم بالنسبة لكم في هذه المرحلة هي فقط أن نأخذ فقط يعني بعض الملامح، إعطاء الدارس مفاتيح المعرفة في هذا الموضوع. يعني إحنا مش رايحين ندخل في موضوع علم أصول الحديث بحيث أن نصل لدرجة ونرجع لكتب الرواة ونصير نأخذ في مصطلحات بسموها علم الجرح والتعديل ونحكم على الضعيف، لا، هي فقط أن نعرف بعض المفاتيح اللي بتعرفنا في هذا العلم، ونعرف القدرة المنهجية اللي كانت وأخذوا بها علماء المسلمين السابقين، ونعرف أنه هذا العلم تفرد به المسلمين عن غيرهم، ونعرف أهميته، ونعرف أنه بهذا العلم يعني تطمئن إلى الاستشهاد بالسنة النبوية. نعم. أقسام الحديث باعتبار عدد نقلته. هناك لما نيجي نقسم الحديث من حيث الرواة ثلاث أحاديث بحيث عدد نقلته، يعني الرواة الذين نقلوا الحديث. الحديث القسم الأول هو الحديث المتواتر، الثاني الحديث المشهور، ثالث الحديث الأحد. ما هي هذه المصطلحات؟ الحديث المتواتر، أنتم سمعتم عن المتواتر في القرآن الكريم. القرآن الكريم هو المنقول بالتواتر، كلام الله عز وجل المعجز المنقول بالتواتر. نعم، فالمتواتر يعني تواتر الخبر يعني انتشر. طيب ما هو الحديث المتواتر؟ هو ما رواه جمع عدد كثير، جمع يعني عدد كثير، يعني فوق تقريبا العشرة، يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقات السند. احنا قلنا السند هي سلسلة الرواة، سلسلة الرواة من التابعين، سلسلة الرواة من أتباع التابعين، وسلسلة الرواة من الذين اللي بعدهم إلى حين ألفوا اللي فيه يعني الكتب اللي وصلتنا اليوم، كتب السنة النبوية. فلما نقول ما رواه جمع عدد كثير، يعني جمع عن مثله في كل طبقة من طبقات السند رواه كثير، فمثل الأخبار اللي تأتينا مثلا عن رواها لنا جيل عن جيل حتى وصلت إلينا، فهذه الأخبار قطعية، تكون قطعية الثبوت. ومثلها مثل القرآن أنه رواه جيل محفوظ كان بالصدور والسطور عن جيل مثلهم حتى وصل إلينا، فهو القرآن الكريم منقول بالتواتر. والحديث المتواتر اللي هو في كل طبقة من طبقات السند رواه عدد كبير. أما الحديث، تعالوا نأخذ رقم ثلاث بعدين نرجع لاثنين. الحديث الأحاد هو ما رواه الواحد فأكثر، ما رواه الواحد فأكثر، نرجع شوي، نعم، ما رواه الواحد فأكثر، هنا خطأ مطبعي، فأكثر ولم يبلغ حد المتواتر أو المشهور. ما رواه الواحد فأكثر يعني رواه درجة لم تصل لحد التواتر، روى واحد أو اثنين في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد المتواتر في عدد من حيث عدد الرواة. أما الحديث المشهور فهو يعني أكثر من الأحاد، أكثر من حديث الأحاد ولم يصل إلى حد المتواتر، فرواه الاثنين الثلاثة والأربعة أو الخمسة ولم يبلغ حد التواتر في كل طبقة من طبقات السند. طيب الحديث المتواتر يجب العمل به ويكفر جاحده، ليه؟ لأنه ثبوت قطعي الثبوت، مثله مثل القرآن، الذي ينكره يكفر ويجحد، ونعم ينكره جحودا فيعتبر أنه كفر. أما الحديث المشهور
حكمه يجب العمل به ولكن لا يكفر جاحده. طبعا ليش الفرق بين هنا الكفر وهنا لا يكفر؟ لأن هناك ثبت متواتر ثبوتا قطعيا مثله مثل القرآن، فعندما ينكره المسلم كأنه أنكر شيء معلوم بالدين بالضرورة. نعم، والحديث الأحاد نفس الشيء، حكمه أنه واجب العمل به كذلك لا يكفر جحده. أقسام الحديث من حيث حال الرواة، فهو إما مقبول أو مردود، هذا بالقسم الأولى، إما مقبول أو مردود. المقبول هو الذي توفرت فيه جميع شروط القبول من حيث حال الرواة تعديلا، والمردود أي الذي فقد تلك الشروط أو بعضها، لو فقد شرطا واحدا فهو كان حديث مردود من حيث حال الرواة تجريحا. تعديلا يعني المقبول للحديث المقبول، والجرح هو للحديث المردود. نعم، هذا بالنسبة للرواة، يعني تعديل الرواة أنهم ثقات ومقبولون، والتجريح أنهم مجروحون ولا يؤخذ بحديثهم ولا بروايتهم. كذلك يندرج تحت كل قسم من هذين القسمين أنواع كثيرة تتفاوت قوة وضعفا بتفاوت أحوال الرواة والمرويات، وجميع هذه الأنواع تندرج تحت ثلاثة أقسام، اللي هو الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف. إحنا معنا في امتحان البقروت، كل هذه مقدمات امتحان البقروت، معنا الحديث الصحيح، ما هي شروطه، حكم العمل به وأمثلة عليه، والحديث الحسن هو اللي أقل درجة ولكن يحتج به، وهو الحديث الصحيح والحديث الحسن هو من الأقسام المقبولة، والمردود هو الحديث الضعيف، ومعنى من أنواع الحديث الضعيف الحديث الموضوع أيضا. إذا تنقسم لثلاثة، الصحيح والحسن والضعيف، ومعنى أيضا الحديث الموضوع اللي يندرج تحت الحديث الضعيف، وهي التي إن شاء الله سنشرحها في الدرس القادم، نبدأ بالحديث الصحيح وهكذا نستمر. معنا تمرين معكم يعني حتى يعني إن شاء الله يعني نخلص بفائدة من هذا الدرس. والأسئلة هنا مش مباشرة، يعني عرف ما هو علم أصول الحديث أو لا، بدناش ننقل، ولكن بدنا شوي نفتح أذهاننا. أمرنا الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بين أهمية هذا العلم في الاستجابة لأمر الله. لما رب العالمين أمرنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فبدنا نبين كيف يعني نتبع الآية القرآنية بأمر الله عز وجل لنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهمية هذا العلم. اثنين، يعني ما هو دور هذا العلم في اتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمر الله. المهمة الثانية، كلمة السند في اللغة معناها الملجأ والمعتمد، تقول هذا المستند أو تقول هذا الذي استندت عليه، فالذي اعتمدت عليه، فما العلاقة بحسب رأيك بينها وبين معنى السند في علم الحديث؟ نقول علم السند في علم الحديث هو السلسلة التي توصل، يعني سلسلة الرواة، لما نقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السند. طيب هناك احنا بنعرف انه دائما هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي، فلما نقول مثلا الصلاة في اللغة الدعاء أو الصلة، والصلاة المعروفة الخمس صلوات والصلاة النافلة المعروفة اللي منصليها، الرابط بينها وبين المعنى اللغوي إنها هي فيها دعاء وكذلك فيها صلة تصلنا بالله عز وجل. طب شو العلاقة بين السند في علم مصطلح الحديث اللي هو الرواة وبين السند في اللغة العربية المعنى الشيء الذي أعتمد عليه؟ المهمة الثالثة أو السؤال الثالث، هذا العلم علم الإسناد، يعني علم أصول الحديث، علم الإسناد ثبوت الرواة، وهذا العلم اللي بيبين الحديث الصحيح من الحديث المردود، هذا العلم تفرد به المسلمون عن غيرهم. يعني لو نظرنا لأغلب الأديان، جميع الأديان، ما نجد فيها هذا العلم اللي فيها، يعني يتثبت كل راوي حال هذا الراوي من حيث الضبط، من حيث الحفظ، من حيث الاتصال بغيره، كما سيأتي معنا بالحديث الصحيح، تفرد به المسلمين عن غيرهم، إنهم ما
معروف حال هذا الراوي، وين متى تاريخ ولادته وتاريخ وفاته، وين كان موجود حتى يعني، ومن من سمع ومن من أخذ الحديث النبوي، وبهذا يحكم الحديث يعني يحكم على الحديث حسب حال الرواة. فبماذا تميز المسلمون عن غيرهم من خلال هذا العلم لما هم تفردوا في هذا العلم؟ طب في إيش تميز المسلمين عن غيرهم؟ شو هذا العلم أعطاهم ميزة عن غيرهم؟ هذه التمارين أو الأسئلة بإمكانكم الرجوع لأي كتاب من كتب الحديث أو الكتاب المقرر معنا، وإن شاء الله يعني في المرة الدرس القادم نكمل، وشكرا لكم وبالنجاح إن شاء الله.